أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية تخصص التمويل وتخصص المراجعة، استكمالا لمنهج مادة أخلاقيات وأداب مهن الأعمال، استكمالا للفصل الثالث أخلاقيات وأداب الممارسات الإدارية، ثالثا آداب وأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة. لقد حدد الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والصادر عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مجموعة من المبادئ التي تمثل إرشادا رئيسيا للحياة المهنية لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة، ويمكن توضيح أهم الجوانب الواردة في هذا الميثاق على النحو التالي: 1. النزاهة. وتتضمن النزاهة المعاملة على أساس يتسم بالعدل والإنصاف والمصداقية، حيث يتعين على المحاسب المهني عدم الاشتراك في أي تقارير أو إقرارات أو مكاتبات أو غيرها من المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية. 2. الموضوعية. يفرض مبدأ الموضوعية التزاما على جميع المحاسبين والمراجعين المهنيين بعدم التخلي عن الحكم المهني السليم بسبب أي تحيز شخصي أو تعارض مصالح أو تأثير من الغير لا مبرر له. 3. الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. يفرض مبدأ الكفاءة المهنية والعناية الواجبة الالتزامات التالية على المحاسبين والمراجعين المهنيين: المحافظة على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حصول العميل على الخدمة المهنية المطلوبة. تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية وعي ودراية مستمرة بجميع التطورات في مهنة المحاسبة والمراجعة وأنشطة الأعمال المختلفة. 4. السرية. يفرض مبدأ السرية التزاما على المحاسبين والمراجعين المهنيين ما يلي: عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية خارج المؤسسة والتي يكون قد تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية دون وجود حق قانوني أو مهني أو التزام قانوني أو مهني للقيام بالإفصاح عن هذه المعلومات. 2. الابتعاد عن استخدام المعلومات السرية التي تم الحصول عليها نتيجة علاقات مهنية معينة، وذلك لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة للغير. 3. يتعين على المحاسب المهني اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له والأشخاص الذين يحصل منهم على المشورة والمساعدة يحترمون تماما الواجب المنوط بالمحاسب المهني بشأن الحفاظ على سرية المعلومات. كما يجب على المحاسب المهني أن يراعي باستمرار المحافظة على مبدأ السرية حتى بعد انتهاء علاقته بالعميل، وعندما يحصل على عميل جديد فله الحق في استخدام الخبرة السابقة، إلا أنه لا يجب استخدام أو الإفصاح عن المعلومات السرية التي تم الحصول عليها نتيجة لعلاقة مهنية سابقة. 5. السلوك المهني. يفرض مبدأ السلوك المهني واجبا على المحاسب المهني والمراجع
للالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنب أداء أي عمل يسيء للمهنة. فعند قيام المحاسب المهني بالتسويق والترويج لأعماله، عليه ألا يسيء لسمعة المهنة، وعليه أن يتحلى بالأمانة والصدق مع تجنب ما يلي: المبالغة في الخدمات التي يمكن أن يقدمها، والمبالغة في مؤهلاته أو خبراته، التقليل من شأن أعمال الغير أو عمل مقارنات غير مؤيدة مستنديا. آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة. تشير آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن يلتزم بالصلاحيات المنوط به استخدامها، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. وتتضمن آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة مجموعة من الالتزامات: أولا، القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة. يمكن توضيح مجموعة من القيم التي يجب أن يلتزم بها ويتحلى بها الموظف العام: الامتياز، الاجتهاد المستمر، النزاهة، الصدق والأمانة في التعاملات المختلفة، الموضوعية والبعد عن التحيزات الشخصية، الحيادية، الاقتصاد، الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة، الكفاءة، الريادة، الشفافية، العدالة والمساواة. التزامات الموظف العام وأخلاقياته الوظيفية: ألف، الالتزام بالخدمة. وتتضمن التزام الموظف بتنفيذ واجباته الوظيفية العامة بشكل شخصي، فلا يجوز للموظف العام تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل صريح بموجب القانون، أو تفويض خطي صريح من رئيسه المباشر، أو في حالة القوة القهرية. التزام الموظف بتنفيذ الواجبات العامة بدقة وبشكل جدير بالثقة وبنية حسنة. على الموظف العام عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة فقط، ويجب عليه تطبيق أي قوانين وقواعد ولوائح سارية المفعول ذات علاقة بطبيعة وظيفته بدون أي استثناءات. التزام الموظف بتنفيذ الواجبات العامة والقيام بها بشكل فوري وسريع وضمن فترة زمنية معقولة وفقا لأفضل الممارسات. فعلى الموظف العام الحضور إلى مقر عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد طبقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن، وأن يكون متواجدا في مكان عمله خلال ساعات العمل الرسمية لتنفيذ التزاماته المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه الوظيفي. التزام الموظف بتحقيق الامتياز في الأداء الفردي وفي أداء الفريق الذي يعمل معه. فيجب على الموظف العام الالتزام بالمحافظة على تحسين المعارف والمهارات والقدرات الخاصة به، وذلك من خلال التعلم والتدريب على المدى الطويل. كما يجب على الموظف العام الالتزام بمساعدة مرؤوسيه وزملائه من الموظفين العموميين الآخرين داخل المؤسسة،
وذلك لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم. ب. التزام الموظف العام بالاحترام واللباقة تجاه الرؤساء والزملاء والعامة، ويتضمن ذلك أنه يجب على الموظف العام احترام رؤسائه وزملائه في العمل، كما يجب على الموظف العام أن يكون مهذبا مع العامة الذين يحتك بهم بحكم طبيعته الوظيفية عند تنفيذ واجباته الوظيفية المختلفة، كما يجب على الموظف العام الامتناع عن تشويه سمعة رؤسائه وزملائه شخصيا أو مهنيا، ولا يجوز للموظف العام أن يرهق كاهل العامة أو زملائه من الموظفين بمهام لا تعتبر جوهرية بالنسبة لأغراض الوظيفة، كما يجب على الموظف العام ألا يتعسف عند استخدام حقه المقرر طبقا للقانون واللوائح والنظم. يجب على الموظف العام أداء واجباته الوظيفية بطريقة تضمن صحة وسلامة مكان العمل وسلامة الرؤساء والزملاء وعامة الأفراد، كما يجب على الموظف العام عدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية، كما يجب عليه الحرص على نشر الاتجاهات الإيجابية بين الزملاء للمساعدة في الارتقاء بأداء العمل. جيم. واجب التحفظ المهني والسرية وتتضمن: يجب على الموظف العام احترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها إلا في سياق ممارسته لواجباته الوظيفية أو كما هو مسموح به بموجب القانون. كما يلتزم الموظف العام حتى بعد تركه الخدمة بالحفاظ على سرية المعلومات الرسمية أو الشخصية التي اطلع عليها بحكم وظيفته ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب القانون أو العرف الوظيفي، كما يلتزم الموظف بتسليم أي ممتلكات تخص جهة عمله من وثائق وملفات وأشرطة وأقراص إلى غيره. دال. التزام الموظف العام بطاعة الرؤساء وتتضمن: أنه يجب على الموظف العام التقيد بأوامر رؤسائه وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري داخل المنظمة، كما يجب على الموظف العام الالتزام بتنفيذ التعليمات، وفي حال ما إذا كانت هذه التعليمات تنم عن مخالفة معينة فإنه يجب على الموظف الحصول على تأكيد تنفيذها بصورة خطية من رئيسه المباشر ولا يعتمد على الأمر الشفوي فقط. ه. التزام الموظف العام بالحيادية وتتضمن: أنه يجب على الموظف العام أن يتصرف في كافة الحالات بطريقة نزيهة وبمصداقية وبشكل متساوي بغض النظر عن الصفات الشخصية لأي شخص ووفقا للقانون، كما يجب على الموظف العام الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم وتقاليد وأعراف المجتمع.